متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نسلطوا الضوء حول يعني مقاطعة سيدي بليوط مدينة الدار البيضاء، والسبب هو أن مجموعة من الأعضاء تاع هذه المقاطعة دي طالبوا بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة مجموعة من القضايا، ولكن حتى لم يتم الاستجابة لهذا الطلب هذا، الأمر اللي أثار يعني واحد موجة من الاحتقان والسياء والتذمر لدى هذ المنتخبين. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي سعيد الصبيدي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط مدينة الدار البيضاء. سي سعيد مرحبا بك. شكرا، أهلا وسهلا. شو وقع سيدي بليوط تحت أنكم طلبتوا بعقد دورة استثنائية لهذه المقاطعة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى صحبه. أولا تشكركم على هذه الاستضافة داخل الجريدة. فيما يخص سيدي بليوط اللي عشنا فيها مدة طويلة وتنشوفوا التسير ديالها كيفاش تيمشي، كنا ننتظر أن تكون على أحسن حال، لكن مع الأسف بعد مرور أكثر من سنة تبين أنه هناك نواقص فيما يخص التسير. فاللي فجر هذا الأمر كله بعد مرور سنة هو أنه عدد كبير من المستشارين من أعضاء المجلس، أو نقولوا الأغلبية المطلقة، طالبت بعقد دورة استثنائية. وهذه الدورة الاستثنائية لما جات على أساس أنها تصلح ما يمكن إصلاحه، بحيث أنه هذه الدورة الاستثنائية كانت طلب ديال واحد جوج نقاط، بالسهل المكان جوج نقاط عاديين ما فيهم حتى شي إشكال. النقطة الأولى هي إدخال تعديل على النظام الداخلي، وغنعطيك الأسباب لماذا جات هذه النقطة، وكذلك النقطة الثانية ما فيها حتى شي إشكال هو ضع برنامج العمل لسنة 2022. كنا ننتظر دائما منذ سنة أننا نوضع برنامج ديال العمل، ما نمشيوش بالعشوائية، لا يقبل أن مقاطعة سيدي بليوط تسير بالعشوائية. ولكن أنتم ستدخلوا على حساب يعني مقاطعة سيدي بليوط، ما فيهاش المعارضة، كاين كلكم في داخلين في الأغلبية تاع التسيير، ما كانش من الأحرى يعني هادشي تطلبوا في إطار دورة عادية، وأنكم تطالبوا بإدراج نقطة تاع تعديل النظام الداخلي فعلا وبرنامج عمل، بدل أنكم تطالبوا بدورة استثنائية تيبان بأن كاين شي مشكل كبير في سيدي بليوط. فعلا سؤال مشروع ما فيه حتى شي إشكال. نعم أنا بعد شخصيا انطلاقا من نفسي ومن بعض الأخوان أن هذا الأمر درناه مرارا وتكرارا، أننا تنطالب حبيا رخصا نديروا هذا. مثلا نعطيها على سبيل المثال لقاء مع المجتمع المدني، سهل ما فيه والو، يعني لقاء تشاوري تيديروا جميع المقاطعات، كنا تنديروا في السابق دائما جماعة سيدي بليوط كانت صباقة أنها تجتمع بالمجتمع المدني، ناخذ رأيه وناخذ هذا. طلبناها قلنا لها أن السيدة الرئيسة أننا خاصنا يكون عندنا تواصل مع المجتمع المدني، وخصوصا أن في سيدي بليوط كاين واحد الفوار تتغلي أن الجمعيات تيديروا ملاحظات هذا، ما يمكنش نخليهم بحال هكاك، يجب ان يكون واحد التواصل بيننا والتفاعل. لا حياه لمن تنادي، يعني تخلي المجتمع لا هو الاخير ما تنساوش معاه، لا يمكن. وانا تنشوف بان مقاطعات اخرين اللي ما كانوش في المستوى ديال سيدي بليوط تيقوموا بهذا الجانب هذا. كذلك درنا عده طلبات تنبغيو نساهموا في التسيير، باش غنساهموا؟ هو ادراج بعض النقط في جدول الاعمال، تنعطيو مراسلات اما فرديه اما جماعيه اننا نديروا نسجلوا نقط في جدول الاعمال، تنظن انا كعضو ديال المجلس يجب الاستجابه، على الاقل نعطيو اللجان يشتغلوا، اللجان ما تيشتغلوش متجمدين، ما تنعطيهمش نقط الا في الدوره. ما يمكنش الدورات العاديه عاد نجمعوا مثلا المبالغ المرصوده، هذاك الشيء عادي. الاجتهاد في انتيبان ديال المجلس هو من تدير نقط هذا. نعطي على سبيل المثال، عندنا واحد المشكل ديال الاغلاق ديال المساجد، اكثر من 8 المساجد اللي هي مغلقه بسيدي بليوط. من حقنا، من حق المواطن تيتسائل، الجماعه راه هي تمثله، المقاطعه الاعضاء هما تيمثلوه، يعني من حقنا نعرفوا الاسباب. كان التطوع ديال بعض الاخوان مشاو شافوا المندوب الجهوي، ولكن ما كان فيش داخل المجلس، هادشي اللي تعودنا عليه. تناقشوا انتم داخل المجلس. داخل المجلس تنعيطوا على المندوب، مندوب ديال الاوقاف، وتيجي وتنعطيو التساؤلات ديالنا ديال المواطنين، تنقلوها وتنعطيوها ليه وتيجاوبنا. درنا سؤال امتى درناه؟ ها هو عندي هذا، ادراج نقاط في جدول العمل على المساجد المغلقه، الدار يوم 19/9، تحط الطلب موقع من طرف 12 عضو،
شحال نتوما في كلكم تقريبا؟ 30 12 عضو يعني ولا ولدها واحد يجيبوا الاستجابه ما كفاه والو غادي نديروا رساله للعمل غنستدعيو المندوب وغادي يجي يحضر معنا وغادي يعطينا الاسباب ونعطيو حنا ننقلوا على هذا. كذلك عندنا واحد المرافق مجموعه ديال المرافق مغلقه مرافق اللي دارت في اطار اما بمبادره من صاحب الجلاله نصره الله اللي عطى واحد عنايه مهمه للمدينه القديمه وتم على اثرها بناء عده مرافق على اساس انها تستغل من طرف الساكنه ولحد الساعه ما تذكرناش عليها. ما يمكنش ما يمكنش نبقاو غادي نحكوا ومع ذلك ان هاد الرساله حتى هي توقعت من طرف 12 عضو ادراج نقاط جدول الاعمال المرافق الاجتماعيه المغلقه. يعني نشوفوا هذوك المرافق احنا مسؤولين كمقاطعة كاعضاء نشوفوا كيفاش نستغلوها كيفاش اشنو المشكل. كذلك حول تهيئ الاسواق الجماعيه وتنظيم دعم المتجولين. حنا تنشوفوا واحد الفوضى دابا في المدينه القديمه فيما يخص الاسواق الجماعيه وكذلك دعم المتجولين يجب ان يناقش داخل المجلس او داخل اللجنه. لا حياه للمجلس. ربما الامر يقول لك بان كاع الطلبات اللي تطلبون انتم لا ما تيدخلوش في ضمن الاختصاصات تاع المجلس المقاطعه وان ربما اذا كانت كاع تكون على حسب مجلس المدينه تا هو ما داخلش في الاختصاصات ديالو. هذا الشيء ربما علاش ما تيتمش الاستجابه. لا ما تنظن شيء تنظن حنا كاعضاء هذا هو الدور ديالنا. سياسه القرب خصنا نمارسوها. نعم بعض المرات يمكن نتفق معك مثلا ناخذ مثلا الاسواق الجماعيه هو من تدبير جماعي عن حضري الدار البيضاء ولكن احنا الراي تشوري. احنا مثلا الافكار ديالنا او الاقتراحات ديالنا الا ما قديناش حنايا اللي غادي نقوموا بها مباشره عن طريق المدينه تنعطيو الارضيه للعمل. هذا هو الدور ديالنا تنعطيو بعدها تكون عندنا راي. علاش في رايك يعني ما تمت الاستجابه للدوره الاستثنائيه ولا الطلبات هذه علما ان كما كملت في واحد السؤال ديالي انك انتم اغلبيه تسيروا هذا. لا 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 اخطر من ذلك. دابا واش انتم فكرتوا ديروا المعارضه ولا شنو؟ لا دابا لحد الساعه باش تكون عارف سالتيني قبيله ان المجلس كله فيه الاغلبيه ما كاينش معارضه كل شيء غادي سيساير مع هذا كل شيء يعني اغلبيه. ملي تم انه حصل انه ما كاينش استجابه لهذا يجب ان نتحرك. ما يمكنش تبقى غادي تابع وانت تشوف بان ممارسات غير معقوله اللي تتجري في المقاطعه. التسيير الانفرادي عده امور غادي نرجعوا لها من بعد ما نذكروهاش دابا ولكن انا نرجع دائما هذه النقطه المتعلقه بالدوره الاستثنائيه. يعني تطور الوضع تطور الامر انه ما فهمتش انا بعد شخصيا وقع لي واحد هذا ما فهمتش لماذا ترفض دوره استثنائيه موقعه من طرف هذا اننا مشينا الحلول الحلول اللي هي مستبعده. يعني باش نمشي انا كرئيس او لا كواحد من الاعضاء ونتراجع على التوقيع ديالي انني نتراجع على الدوره الاستثنائيه. انا شطبت في هذيك الدوره الاستثنائيه هي موقعه يمكن تشوفوها ها هي 18 عضو تيطلب بدورة استثنائية فيها إدخال تعديل على النظام الداخلي ووضع برنامج ما فيها مثلا النظام الداخلي. ربما هذاك اللي سحب التوقيع ديالو هو يعني فكر ولقى راسو ما دورة استثنائية لاش قال دورة استثنائية أم أحسن مثلا نعطيه مثلا سؤال. كاينة واحد المادة 16 اللي أغلبية بغاو يغيروها. المادة تقول أن المكتب يجتمع كل دورة وتعلمون جيدا أن مقاطعة شحال عندها من دورة؟ 3 دورات في السنة. بمعنى أن المكسب وهو يحسب المكسب مسير على الأقل 3 مرات سوف يجتمع 3 مرات. أما أحسن يجتمع 3 مرات أو أكثر من 3 مرات. أنا في نظري لو اقتضى الحال يجتمع كل أسبوع أو لكل أسبوعين مرة أو لكل شهر على الأقل مرة. غنكونوا بعد 12 مرة اجتمعنا. لا يعقل أننا نجتمعوا 3 مرات في السنة. واش ما عندناش المشاكل في مقاطعة سيدي بريوس؟ ولكن شنو الحاجة اللي استجدات لأن أنتم يعني تقريبا واحد الشهر ولا أكثر شوية يعني باركتوا هذه الحصيلة تاع المجلس مقاطعة سيدي بريوس في واحد اللقاء اللي دارته المقاطعة وكل شيء فرحان وكل شيء ناشط. نعم مزيان راه هنا في كل المشكل حيت بعض المرات تتخلي الامور تمشي تيقول كيف تتخلي ما منين دوز تتخلي واخا انت ما متفق شيء ولكن تقول ماشي غادي ندير انا بوحدي. لا خصنا كلنا اغلب الاعضاء تيلاحظوا ملاحظات ان الامر ما مستويش ولكن مع ذلك ما بغيناش نخرجوا لهذا ونقول يعني فيما بيننا نتذاكر تنقول بان هذا الشيء راه ماشي ما خصوش يكون على هذا الحال ولكن ملي استفحل الامر وصلنا لهذه الدرجه هذه ما يمكنش السكوت. لان نسكتوا كاين عده خروقات ربما كاين واحد الخرق غادي نجيو ليه فيما بعد
ربما ولا في حلقة أخرى، ولكن ملي وصلنا لهذه على هذه النقطة هذه ما يمكنش نستجب للطلب، راه يعني وصلنا بحال غادي نوصلوا للباب مسدود، ما يمكنش نستمروا بحال هكا ونستمروا، لأن الساكت عن الحق، الساكت عن الحق شيطان أخرس. حنا ما يمكنش سنة سكتنا شفنا امور ماشي هي هذه، ولكن يمكنش نستمروا. بغض النظر على الرئيس، واش فتحتوا مفاوضات مع اعضاء تاع المكتب المسير تاع مقاطعه سيدي بليون وحطيتهم الطلبات لد، يعني حطيتهم في الصوره لا بغينا نقولوا؟ تنظن في هذه المساله هذه اغلب الاعضاء ديال المكتب متفقين، يعني الا كنا نقولوا اعضاء المكتب كاينين 6 ديال الاعضاء، 4 ديال الاعضاء غاديين عندنا. لماذا؟ لان حتى المكتب تخلق فيه واحد المشكل ما كان ليكون، هو انه تفويضات، هناك تفويضات، الرئيس يعطي تفويضات لهذا، ما يمكنش انا كرئيس نعطي تفويض لهذا النائب ونفس التفويض تنجي نعطيه نائب اخر. ماذا اقول بذلك؟ اقول انني تنجبد الفتنه، الفتنه نائمه لعن الله من انقذها، لان تكون الامور واضحه، هذا التفويض في هذا المجال مثلا سنعطيه لهذا النائب، تفويض الاخر سنعطيه للنائب، ما يمكنش ندير هذا ونصدق، لان خلقنا خلل في المجلس وخلال في المكتب. بالعوده الى البرنامج اللي ذكرته الاخ الكريم، برنامج ديال سنه، حصيله سنه، هذاك البرنامج لنا كلام كثير فيه، انه هذاك البرنامج دار اداره تاح واحد مخدا نسخه البرنامج، يكون انه تيتوزع على الصحافه، تيتوزع على الاعضاء، تيتوزع على المواطنين، تيتوزع على الجميع. هذاك البرنامج ما خدا حتى شي واحد منه نسخه، لا صحافه لا اعضاء ديال المجلس لا مواطنين، انا شخصيا وجميع الاعضاء، يعني حنا 30 عضو ما كاينش اللي عنده هذاك البرنامج، وهذا خلل، هذاك ما تيسماش برنامج، ما تيسماش هذاك عمل عادي ديال الجماعه. انا تنسمي البرنامج هو اللي برمج اللي طمحت انني نوصل ليه، وشنو اللي وصلت ليه، هذاك هو البرنامج وبالارقام، وهذا انني نعطي عدد الوفيات ونعطي عدد اللي زياد، وهذا هذا ماشي برنامج، هذا عادي هذاك. اذا انا راه عندنا فيه كلام هذا، لان ربما البرنامج هو اللي تيكون تتكون فيه تساؤلات ديال الصحافه، ولا سؤال تعطى في هذاك اللحظه هذيك، يعني غنسميه ما غنسميهش برنامج، عنده اسم اخر لا داعيه لذكره. سي سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج خاصيتي.